إذن من جديد تنضم إلينا الناشطة في تظاهرات الدكتورة ذكرى عبد الصاحب للحديث بشأن القمع الحكومي وموضوع الانتخابات المبكرة. دكتورة، في تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية ناقش قرار الانتخابات المبكرة التي من المتوقع أن تعقد منتصف العام القادم. أنتم كثوار وناشطين كيف تنظرون لهذه الانتخابات؟ تفضلي. شكرا جزيلا وشكرا لقناتكم على هذه التغطيات الراقية وشكرا لمتلقيكم. حقيقة الانتخابات المبكرة هي حالة سلبية في هذه الأيام بالذات، يعني لأنه نحن لسنا ضد الانتخابات لبلدنا واستقراره واستتباب الأمن والحياة الحرة الكريمة، لكن في حال وجود هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الأحزاب الذين استحلوا سفك دمائنا وقتلونا وسرقوا أموال بلدنا وثرواتنا، هؤلاء صعب أن تجرى انتخابات ما لم تزور، مهما كانت الطريقة، مهما كانت إلكترونية أو يدوية أو أي طريقة أخرى يزورون، لأن لديهم مرتزق ولديهم برامج خاصة يدخلون على الجهات الرسمية اللي هي تكون من خلالها الانتخابات، فبالتأكيد هم راح يزورون هالشيء هذا، وبالتأكيد راح يمررون الناس السلبية اللي احنا رافضينهم جملة وتفصيلا. نعم دكتورة، الملاحظ أن الفترة الماضية شهدت تدشين بعض الأحزاب الجديدة، أنتم كيف تقرؤون هذه المشاريع السياسية لسيما توقيت تدشينها؟ تفضلي. حقيقة تلك الأحزاب لم تغير، لكنها غيرت الأسماء، نفس الخلق، نفس الأشكال، نفس التماثرة، نفس المرتزقة، نفس السراق، نفس الفساد، نفس القتلة، هم نفسهم دوروا الأسماء وانشطروا كما انشطروا من حزب المالكي المقبور، نقول إن شاء الله يقبر المالكي لأنه هو سبب الرذيلة في العراق، هو سبب أن سلم بلدنا إلى الإيران، فرس الإيران وإلى الدول الأخرى، هو السبب اللي هو تشظى من عند حزب الدعوة، تشظت كل الأحزاب، الآن تشظت من الأحزاب هذه أحزاب جديدة بأسماء ومسميات ونفس الشخص ونفس المرتزقة، وبنفس الوقت يكسبون معهم من الشعب، الناس المغفلة، الناس يعني قليلة التعلم، الناس الهشة، الناس الفقراء، يعني يطمعوهم بمبالغ وبفلوس وبامتيازات، وهذول محتاجون بالتأكيد راح يصدقون بهم وراح يعني على مود مصالح خاصة هم، يعني بالتأكيد انه ليس هناك انسان وطني وانسان شريف يضع يده بيد هؤلاء القتلة، وما فعلوه في ارواح شبابنا وفي دمائنا وفي بلدنا لا تتصور ان اي نزيه يضع يده بيد هؤلاء، لكن فقط الانسان المتخلف المرتزق الوصولي يضع يده بيدهم ويوصلهم الى هذه المرحله، انا متاكده ان الشعب واعي وقد وعى بالسنتين الاخيرتين بالذات 19 وال20، وعى دورهم ووعى انه يعني مذل في وطنه ومأكول حقوقه. دكتورة، الان صحيفه ميدل ايست مونيتور البريطانيه في تقريرها انتهت الى ان شباب ثوره تشرين لا يريدون انتخابات تسفر عن وصول الأحزاب التقليدية للسلطة مجددا. إذن ما هي الخطوات التي ستتخذونها لوقف تدوير نفس الوجوه التي تصفونها ببياناتكم بأنها فاسدة؟ بالضبط حضرتكم ذكرت التقليدية، نحن لا نريد انتخابات تقليدية، نريد انتخابات نزيهة، نريد انتخاب وجوه جديدة، دماء جديدة، دماء من ثورتنا، انه تصعد لبلدنا ناس نزيهين ويعني وطنيين ان يلزمونهم يمسكون زمام هذا البلد، لانه البلد خرب في كل مرفقاته، في كل دوائره، في كل مؤسساته، في كل نظامه الـ 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 يعني العلمي والتقني والفني والانساني. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة ذكرى عبد الصاحب وهي الناشطة بالتظاهرات، شكرا جزيلا لك دكتورة على أي حال.